في إطار البرنامج الوطني للتخييم والدورة الربيعية للتدريب التكوينية برأس رمل العريش، نتشرف نحن تدريب 6 7 8 بإطلاق تسمية دورة مصطفى البراق على هذه الدورة الأثرية التي نأمل من خلالها أن تكون عربون وفاء ومحبة واعتراف لهؤلاء النخبة الذين بذلوا وأعطوا الكثير في المجال التربوي. ونحيي جميعا من خلال ارتسامات الأطر وكذلك من خلال ارتسامات مجموعة من الأطر الوطنية التي أبت إلا أن تشاركنا هذا الاحتفاء من خلال كلمات في حق سي مصطفى البراق. هؤلاء النخبة يعني جميعا يجتمعون على خصال وقيم وعطاء سي مصطفى البراق، لنعيش متحدين مشبعين بالوفاء والأمل. أملنا هؤلاء الشباب، أملنا الرواد، وأملنا جميعا بناء الوطن. مصطفى البراق الرمز، الإطار، معلم الأجيال، مدرسة متنقلة في التخييم، نتشرف بتواجده معنا في المخيم وبتكريمه. مصطفى البراق شخص جدير زعما بالثقه وجدير بالاعتراف ديالو من خلال هاد سميتو السنوات اللي قضى في حياته في هاد الطفوله سميتو، بزاف ما يتقال عليه، وباش نلخص يتسكوا في المستوى، وكنتمناو ليه التوفيق ان شاء الله. استاذ مصطفى البراق استاذ متميز ذو جوده عاليه، وهذه الكلمات قلل في حق ديالو. نتمنوا له الصحه وطول العمر ومزيدا من العطاء ان شاء الله في هذا الميدان. مصطفى البراق هرم من اهرام الميدان التربوي، وكاع اللي قلنا ما غاديش نقولوا الكثير في حقه، هو الكلمه ديالو والعمل ديالو داي الصيت ديال المملكه، ما كاينش نقدر نقول اكثر من هذا الشيء. سي مصطفى البراق التجربة والكفاءة والعطاء بنكران ذات وبقيم تربوية مترسخة، كنتمنى أننا نشاركها مع المتدربين، وشكرا. سي مصطفى البراق رواد من رواد العمل التربوي ورجل المهام الصعبة. أستاذ مصطفى البراق مدرسة في العطاء والتفاني. شكرا مصطفى البراق. استاذ مصطفى البراق ذاكرة سليمة لعمل التربوي، هو الرجل القدوة. ضحكوا. استاذ دائما وابدا. نبني الشباب والشباب يبني الوطن. صديق واخ ومربي اجيال، نتمنى له مسيرة موفقة. أستاذ مصطفى البراق اسم على مسمى، والأكيد دورة ستراهن من أجل خلف لخير سلف. أستاذ مصطفى البراق هرم، وكيعجز اللسان عن التعبير عليه. شكرا مصطفى البراق.